Let's start. Today is division lesson. Okay, long division. As you see, 27 divided 4 equals 6 and the remainder 3. 27, we called it dividend divided, a small one called divisor. Equal في divided اسمه quotient. Okay. يعني لما احنا نعمل plus اللي بيجي بعد plus الناتج بتاع the result of the sum, the result of plus يعني the result of addition بنسميه sum. وفي ال minus the result اسمه difference. وفي times the result الناتج اللي بيطلع اسمه product. وفي divided بقى الناتج اللي يطلع عندي بقى اللي هو ال equal بعد ال equal اسمه quotient. اسمه ايه؟ quotient. اوكي. انا اعرف يعني remainder دلوقتي. تعالى مثلا فرست كده نعمل حاجة بقى سيمبل. division مستر نكتب Yes, divided 8 equal سير تحت السؤال نفسه ولا في بيج تاني؟ Yes, yes, as you like. Okay. مستر نحلها؟ Equal 4. Equal 4. It's very easy. How can I find 4? يعني ازاي انا جبت الفور؟ شفنا اللي هو التيبل تيبل 4 by 8 equal 8 multiply 4 32 search in table 8 دورنا في table 8 how many times 8 give me 32 excellent يعني كده بنعمل حاجة اسمها inverse. Inverse يعني بعكس بدل ما بحل divided أنا بفكر thinking by multiplication يعني بفكر بال times خلاص؟ أوكي؟ أوكي If I question like this Who can answer this question? Sir, the answer came out 1,230. Or excellent. How can you solve it? Steps. بالديفيجن يا مستر اوكي اوكي الاديشن والسبتراكشن والمالتيبليكيشن يعني كل الحاجات اللي فيها بلس والماينس والديفايدد ستارت فروم رايت نبدا من ناحيه اليمين اكسبت الديفيجن يعني الديفيجن ببدا من هنا ستارت لما اجي اكتب برضو اكتب هنا ستارت يعني فروم ليفت هاند سايد طبعا كده 2 divided 2 1 2 3 and 0 0 divided anything 8 1 2 6 So يعني احنا بنعمل 2 divide 2 و 2 divide 4 و 2 divide 6 Yes. Okay. Can you answer? Okay.
مستر انا عرفتها، هتطلع 4113. لا ها مستر 4113. اوكي غلط. Let's check. 4163. Okay, wait. Listen to me, please. Start. Wrong. 8 divided 2. How many times 2 divided 8? 4. 4. 4. Next tip. 1 4. Divided 2. 1 divided by 2. Equal what? 2. 2. Wrong. 1 divided 2. 1. How many times 2 give you 1? Impossible. 1. Impossible. What I do? 0. Okay. 0. وهيكون 1 و 2 مع بعض هيبقوا 12. Okay. Okay, wait. أول حاجة بقى هحط بوت 0. Okay. Zero. And take 2 digits وناخد بقى رقمين مع بعض. هناخد 12 كلها بقى. هاخد 12. اوكي هيكون امبوسيبل او كانت بي بوت زيرو. لازم حاجه لازم بوت زيرو دي، ركزوا على قوي بوت زيرو. لو نسيتوا الزيرو الكويستشن غلط. بوت زيرو اند تيك انذر ديجيت. اوكي هناخد انا تبقى 6 تبقى 12. زيرو لازم تبقى في الاخر اكس يا مستر. احط زيرو في الاول وبعد كده اخد رقم كمان فتبقى 12. 12 يبقى 2 يبقى 6. 6 اخر حاجه بقى بي 3. Understand? Yes. Yeah. Okay. Mister, you can give me a new question. Okay. 5. سر كل حاجة تبقى modified. I did 5. I changed. Mister, okay. I finished. Say the answer. 10,556. 156. Okay, let's check. يلا نعمل check طيب نشوف امتحانات صح ولا لا. Let's start. 5 divided 5. 1,056. 2 divided 5 count. Count B. 5. 3 divided 5. B. Both 0. Both 0. 6. 0. Give me 6. أنا قلت كده. أنا برضو حلل لك هو. سير يعني هي لو جت لنا 10 او اي حاجه وبعديها 0 هنحط 0 بتاعتها بعديها الرقمين اللي بعديها هنعملهم مع بعض. يس اوكي. واللي بعدها برضو اللي هو بس رقمين بس مع بعض اللي بعدهم لا. لو كان ماشي اوكي، لو كان افيليبل تقدر تعمل ديفايد خلاص ما في ينفعش بقى بوت 0 انت كان نظر في از نمبرز. يلا بقى هوت كويستشن. Ninety seven, nine, five, 0 divided 2. Okay. مستر انا حليتها. يس قول الحل. زيرو. الكل يطلع زيرو. يلا يا جماعه بقى نقول بقى الطريقه بقى بتاعت دي ولا ال 7؟ هي 7 جريد 9 جريد. We first made 2. اوكي. 7 divided 2 equals 14. طيب. نيجي بقى ده اسمها لونج ديفيجن. بعمل كده
الديفيدند الديفايزر كتب هنا الديفيدند الكبير كتب هنا 7 9 5 0 اوكي يو اندرستاند ذا فيرست ستيب فهمت اول حاجه يس 545 مستر يس 3545 اوكي مين انا عايز احل اللونج ديفيجن ده تمام لازم اكون اعرف كويس قوي تايم تيبل 2 اوكي لو انا مش فاكره ممكن اكتبه على جنب كده 1 تايمز 2 يديني كام 2 4 3 تايمز 2 6 5 times 2 8 5 times 2 10 6 times 2 12 هكتب بقى لغايه 9 up to 9 اوكي okay? اخر 9 ما ينفعش تن حتى 18 ازاي يلا بقى ركزوا 54 يا مستر بص الناس بقى اللي 54 الناس اللي تعرف تطلع 54 يا عم سايلنت بس دلوقتي تمام الناس بقى اللي تعرف يا ريت ما تشوشرش على الناس الباقي خلاص شوف بقى الستبس اللي انا همشي بيها دلوقتي الستبس اللي همشي بيها دلوقتي فور ستيب هعمل اول حاجه هعمل ديفايدد وبعد كده تايمز ونيكست ستيب هعمل ماينس ونيكست ستيب هعمل حاجه اسمها دروب داون هم دول همشي بيهم فور ستيب اتش تايم تعال نشوف هنعمل ايه ديفايدد اول حاجه هنبدا بقى من 7 ولا من 7 7 هنعمل كات كده لل 7 يعني كده 7 بس هي اللي نشتغل عليها دلوقتي اوكي وهنقول دلوقتي 7 ديفايدد 2 7 ديفايدد 2 مش يعني كام في 2 يدينا 7 طبعا ما فيش طب قول لو حاجه اقل من 7 في 6 في 6 صح في 8 في 6 لا لا كبيرة أنا أود 6 بقى خلاص يبقى لو أول حاجة نعمل إيه 7 divided 2 7 divided 2 يدينا كام بقى؟ عايزين حاجة أصغر منها فتدينا 6 تبقى 3 طب مستر هو دايما لو في حاجة أكبر منها بسنة لازم ناخد الأصغر منها ولا عادي لو خدنا الأكبر منها بسنة؟ لا لا لازم سمولر سمولر مش بيجرها يس طب بدل مثلا تطلع تبقى عشان بليز بليز ديفايدد 3 ايكوال 6 بليز طب ما تستعجليش اول حاجه انا قلت 7 ديفايدد 2 7 ديفايدد 2 انا محتاج كام في 2 حاجه اقل من 7 فلقيت مين 6 6 هعمل سيركل على 6 مين دلوقتي 3 3 دي هتكتب اب يعني هنا وال6 دي هتكتب داون يعني هنا تحت ال7 تحت ال7 كده فهمتوا تاني خطوه مين اب مين داون 3 اب 3 اب 6 داون نيكست ستيب يعني الكوتشن 4 فوق والانسر تحت برافو عليك هعمل بقى دلوقتي ماينس ماينس مين بقى 7 ماينس 6 7 ماينس 6 1 1 انا كده خلصت ال 3 ستيبس فاضل ستيب واحده ثانيه حاجه اسمها دروب داون دروب داون مين بقى هننزل مين 9 وال5 وال0 هننزل ال9 وال5 9 وال5 وال0 لا هننزل ال0 نو 1 ديجيت بس هننزل 9 9 بس ال9 بس فتبقى بقى نيو كويستشن تبقى مساله جديده كده 19 بقت كام كده 19 مستر لما نعمل اللي هي الداون اللي هي ننزل تحت ننزل رقم واحد بس اه وعلى فكره مستر ناخد حاجه برضو لما نيجي ننزل رقم واحد بس مش هينفع فنحتاج ننزل رقم تاني واقول لكم هتعملوا في الكيس دي ايه مستر بس ينفع كوتشن تاني عليها لسه احنا خلصنا حاجه كويستشن ايه ده احنا لسه في ستيبس تاني مستر هو احنا لازم بعد لما نعمل اجابه واحده المفروض الاجابه اللي تبقى جنبيها ننزلها تحت انت خلصتي ال1 صح صح الارنج بقى الترتيب على مين دلوقتي الاوردر مين دلوقتي الاوردر بتاع مين بتاع ال9 فال9 هي اللي عليها الدروب داون
bring هتعمل drop down. يعني مثلا لو جالي مثلا في الامتحان مسألة تانية غير دي وجالي أصغر من الأولانية أنزلها تحت كمان؟ اه حتى لو كانت زيرو بتنزليها برضه. يعني تاني واحدة المفروض المهم اللي هي السكند تنزل بقى drop down. اوكي اوكي كده فهمنا عشان لسه في ستيبس تاني باقي المسألة تاني. دلوقتي ال 19 ده هنيجي بقى ال 19 هنركز دلوقتي على ال 19 ننسى بقى اللي فوق اللي عملت عليها هايلايت دي ال 19 تمام. وهدور بقى كام في 2 يدينا بقى 19 كام في 2 1 كده خلصت كده الفور ستيب. لا لسه قاعده ستيب عندي اللي هعمل ايه دلوقتي الثاني دروب داون. دروب داون مين بقى دروب داون ال 5 يبقى النيو عندي الرقم الجديد كام بقى 15 نعمل عليها لايت كده. فاحنا بقى سيرش هنقول كام في كام يعمل 15 يس تيبل 5 في 5 3 كام في 2 يدينا 15 احنا بنركز على 2 اه اوكي كام في 2 يدينا 15 هاو ماني تايمز كود جيف مي 15 مستر 7 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 أحب كل أنواع العصاير. أوكي 7 up و 14 down. minus. minus 14. تبقى 1. طيب آخر step بقى. 4 minus 5 تبقى 1. وهننزل ال 0. drop down. وهننزل 1. وهننزل ال 0. هتبقى بقى إيه بقى؟ هتبقى 10. 10. اسأل بقى نفسنا تاني how many times to give me 10 5 في الأول down. which number in up 5 up 10 down 5 10 down 10 minus 10 equal 0. هنعمل برضو 10 كده فينش خلاص خلصنا المساله كده. والريزلت عندي الكوشنت عندي بقى اتفقنا اللي بيطلع الناتج اسمه كوشنت. الكوشنت اللي عندي اهو ده اللي فوق هو ده مستر ادينا سؤال عايزين حاجه تانية. اوكي ريدي جاهزين طيب يس اول حاجه هعمل الشكل بتاع اللونج ديفيجن ده. هعمل التيبل الموجود بره كان 2 هعمل تيبل 2 كان 4 هعمل تيبل 4 كان 5 هعمل تيبل 5. ناخد تيبل 5 عشان تيبل 5 فاني شويه. ايوه تيبل 5 اي كلام 20 25 30 35 40 45 50 ارقام بتتعاد بس Okay. Table 5. انا هاخد اول ديجيت لا كل واحد بقى يحل لوحده يلا في النوت بتاعته.
بعد كده نعمل تشيك مع بعض. شوف ال1 تدينا كام؟ 2 3 4 مستر 6 يس مستر 7 يس. انا مش عارف افهم ده، مش عارف افهمه الدرس ده. افهم في افهم في الكويشن اللي احنا هنحله دلوقتي. اوكي مستر، واحنا هنحل ايه؟ هنعمل تيبل 5. هي نعمل تيبل 5. يلا طب مستر، انا عايزه اسال حضرتك سؤال صغنن. يس. هو حضرتك دلوقتي هنا 9 وهنا 5 و10، اقدر اجيب ال 10 عادي؟ نو يعني اقدر خلاص انا استقريت. طب اقدر اجيب ال 5؟ يس. اوكي اول حاجه بنعمل مستر نخلص. حد بيغني مستر؟ معلش بس انا مثلا ممكن وحش عندي انا صار مستر. خلصت طلعت 1947. 1947 ايوه صح. اوكي ريدي نحلها بقى يلا. يس اول منس اوكي اوكي يلا. اوكي يلا نحلها. how many times 9 how many times 5 give me 9. مفيش هنا خبط. 5 down minus 5 down 4 نعمل minus 7 نازل 7 سوري في ثانيه واحده هنجيب 9 45 minus minus 2 هننزل 3 هناخد 4 20 بعدين هتبقى 23 4 up و 20 تحت نعمل minus 3 تبقى 3 هننزل 5 3 وهننزل 5 وكده خلصنا 7 up 7 up و 35 down 7 up. مش ولا انا غيرهم هما كانوا بيتكلموا بسرعه ما فهمتش اي حاجه. مستر النت تبقى زيرو بس كده بالإجابة 1947. مستر مستر احنا نحطينا 45 لأنها الأقرب ل 47 لأن عندك 47 ما آخرك آخرك آخر حاجة 45 مفيش حاجة بعدها 50 ولا أي حاجة بتاعتنا. طب سير ينفع بس تفهم يعني احنا ما نحلهاش تفهم قالنا تاني. اوكي حاضر مستر. انا مستر انا مستر مستر مش عندنا فمش عارفين نحلها. اوكي حاضر لغايه دلوقتي يا جماعه احنا كده في كي جي 1 لونج ديفيجن. في حاجه مستر سهله قوي بجد. احنا علينا السنه دي بقى حاجه اصعب من كده بكتير. احنا دلوقتي احنا علينا دي؟ لا طبعا احنا علينا الاصعب منها. اصعب؟ اه. عايزين بقى نفهم الصغيره دي بقى عشان لما تيجي بقى الاكبر منها تبقى سهله بقى. لا يعني الاكبر منها تبقى كام في رقم بقى؟ اقول لكم الاكبر منها كام. دلوقتي انا عندي لونج ديفيجن 1 ديجيت، لو عندي بقى 2 ديجيت لو عندي هنا رقمين 25 مثلا اوف. اوكي او ماي جاد
افهم اللي طب على الاقل خليها 10. طيب دي سيستم. طب دي نجيبها ازاي لو جبت الامتحان؟ اوكي يلا بقى نجيبها ازاي بقى. دي هتيجي كمان اصعب منها في الامتحان، هتيجي 3 ديجيت كمان. 3 ديجيت ده احنا خلاص احنا كده نموت. لا خلاص ولا حاجه، هتلاقيها سهله جدا جدا جدا. انا بحاول ارقام، انا مش فاهمه المستر اللي قبليها. طيب يلا بقى نركز في التو ديجيت. طيب ونفهم التو ديجيت زي الوان ديجيت بالظبط. اوكي مستر النت كان عندي وحش انا وساره، فمش فاهمين اللي قبليها. انت وساره هنسجل ده فيديو، هتسمعوا فيديو ماشي؟ اسمعوا بقى ده. عندي ديفايت هنا 3 3 0 0، ركزوا بقى في ده. هنكتبها؟ هنكتبها يلا. هنعمل 1 تايمز 25 ونشوف تطلع بكام. 2 تايمز 25 و 3 تايمز 25 يبقى 25؟ ده مين حفظه؟ يبقى 25 و 5 تايمز 25. مش عارفة. انا هنجيبه ازاي بقى؟ هقول لكم طريقة بقى سهلة قوي. أول حاجة 1 تايمز 25 يعني 25. 2 تايمز 25 يعني 25 بلس 25. 25 تبقى 50. كمان نزود عليها 25 بلس. 25 75 100 كمان بلس 125. اوكي طيب دلوقتي عندي لما يكون عندي 2 ديجيت يا ريت تجينا في الامتحان كده اكتبوا لنا اكتبوا لنا نطلع منه. حاضر نكتب لك مستر. هو احنا هيبقى معانا كالكوليتر؟ يس الحمد لله. كي بقى لو الترم الاول بقى امتحنت الترم الاول بس مش هيبقى فيه كالكوليتر. هناخد 20 يجي بقى 33. دلوقتي انا عايز حاجه بقى less than 33. 25 اللي هي 1 و25 1 up 25 down. ماينس 3. فبس اسال سؤال اتفضلي. هو احنا ليه هي محطوط 33 واحنا حاطين 1 up؟ هي مش المفروض هنبقى 75 عشان هي تبقى في 3 number 3؟ لا مين عايزين حاجة أقل من 33؟ مين هنا أقل من 33؟ مش دعوة ب 3 2 1 25 اللي هي ال 1. ركز على نحط ال 1 مستر 132. تمام. طب هنعمل ماينس بقى 3 ماينس 5 3 minus 5 2. يبقى دي 2 خلاص، ودي تبقى 13 minus 5 10 8 8 8 2 minus 2 0. خلاص هنعمل برنج الدوري 2 ماينس 2 تبقى 0. دي هنخليها كده بقت 80. كده بقت ايه؟ 80. ارجع عايز حاجه اصغر من ايه؟ اصغر من 8 هتبقى هناخد 75 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
مع ماينس تبقى 10 دي تبقى 7 5 طيب برينكس داون ايه بقى اخر حاجه هننزل الزيرو طب سير هو احنا ليه ما عملناش 7 ماينس 8 دي هتبقى 2 بقت 50 بقت 2 فهنحط كاري اب 2 اب 50 داون 2 اب 50 داون ماينس 60 ماينس ده الريزلت بقى احنا ما استخدمناش اللي هي 3 الاول واحده اللي هي 3 و الريزلت بتاعها 25 لما حطيناش قدامها ال 1 لا ده احنا خلاص